السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، عبد الكريم داري، 31 سنة، من مواليد مدينة الدار البيضاء، مشجع ومحب نادي الوداد الرياضي. السلام عليكم، هاجر داري، 23 سنة، مشجعة فريق الرجاء البيضاوي. ربما أنا كنشكل واحد الاستثناء بوتيتخ في الدار البيضاء، بحكم أننا العائلة ديالي كلها من الغريم التقليدي ديالنا اللي هو الرجاء، وأنا بوحدي اللي ودادي، يعني ما كايناش غير اختي هاجر، يعني كاين الوالد، كاين الأم ديالي، يعني كيف قلت لك كنشكل استثناء، ربما كنشكل استثناء، أنا ربما تقدر تلقى شي عائلة فيها كلشي ودادي وواحد رجاوي، وهذه شي حاجة اللي عادية، فهمتي؟ يعني حنا كنتقاسموا يعني مدينة وحدة اللي هي الدار البيضاء، زعما كنعيشوا حياة عادية، ضروري كاين داك الشدان وكنشدوا في بعضياتنا مرة هذا عادي. مون فخيغ ديجا بعدا هو خويا الكبير، واحد اللي ما خديتوش قدوة في كرة القدم، شجعت فريق الرجاء البيضاوي، تبعت العائلة ديالي. كيكون داك الشدان في الدار كيشد فيا، كنبقاو نتكلاشاو بيناتنا ايتو، ولكن مع ذلك كنمشيو بجوج للتيران نهار الديربي، كتكون عندنا طريق وحده كتجمعنا بعدا دار وحده، كتجمعنا طريق وحده وكيفرقنا التيران، كنوصلوا للباب ديال الملعب اللي غنلعبوا فيه وكل واحد كيمشي لجهه، ولكن كيبقى جمعنا واحد الاخوه واللي كنقدروا نسميوه حتى حنا في الدار اخوه اعداء، بحال كيما بين الرجاء والوداد كاين كريم وهاجر. هي هادي هي ماشي غير اسبوع، هي راه شهر او شهرين او ثلاث شهور، ملي كيتعرف التاريخ ديال الموعد ديال الديربي كيبداو التحضيرات، بدا كتبدا تحضر نفسانيا لهذاك الديربي، كتبدا تسنى كتقول الديربي جاي اشنو غيكون، اشنو كيحضر بعدا، اول حاجه كتقول الجمهور واحد، من بعد كتقول الفريقين واش الفريق ديالي مستعد ولا ما مستعدش، كتفرج في المباريات ديال الفريق ديال الغريم، كتقول يعني ممكن هذا الفريق غادي يهزمنا، ممكن حنا غادي نربحوا، ما كتعرفش النتيجه، كيبقى هذاك لو ستريس وهذاك لو تراك، وكتبقى ديما متوقع، انت ديما عارف انه متاكد بانك باغي الفريق ديالك يربح، ولكن كيبقى شويه داك التخوف حيت الديربي، يعني الديربي بالنسبه لينا حنا في كازا ما كنعرفوش شكون اللي كيربح، الجمهور كيخرج رابح ولكن في وسط الملعب ما كنعرفوش شكون اللي غيقدر يكون رابح. شوف، هو الديربي عنده حاله خاصه، يعني حاله خاصه بالنسبه لكل بيضاوي، وكنعيشوا شويه ديال يعني كيكون داك شدان في الدار، ناري الديربي قرب، حنا غنربحوكم، حنا لا حنا اللي غنربحوكم، وهذا وحتى انت كتقول في راسك انك زعما مثلا غادي ترتاح، صافي ما غاديش تبقى تسمع الكوره، وهذا كتدخل لي ريزو سوسيو كتلقى صحابك كيهضروا في لي ستاتيو اللي رجاوي كيهضر على الرجاء كيقول حنا راه غنربحوا الوداد ولا هذا، وفي نفس الوقت حنا بعدا كرياضيين يعني كتبقى متبع يعني ديك الفرقه ديالك واش غتكون واجده 100% للماتش ولا لا، كتشوف الحاله الصحيه للعابه، يعني كتبقى تسنى ديما ديك لاباج اوفيسيال ديال الوداد شنو غادي تقول، واش اللعابه سون بخي ولا لا، وكتبقى ديما هذاك لو ستريس، يعني حتى كتبقى يعني حتى لو جور جي عاد كتكون خلعه اخرى، يعني ذاك النهار ديال الماتش واللي كيكون فيه ستريس بزاف، وكنتلاقاو يعني كنوصلوا ستاد دونور كنتلاقاو، فهمتي؟ حنا دايزين من هنا وما دايزين هنا، احنا هادي واخا بلاتي تم بعد فهمتي سكيفي. دابا انا بحال دابا انا وختي ملي كنمشيو للستاد هي كتقول لي صافي اليوم غنربحوكم، هذا كنقول لها ما غنجاوبكش دابا، انا اختي سالي الماتش. اولا كنجي ما عنديش صوت، هذه اول حاجه كتوقع، انك كتجي صوتك ما كاينش، كتكون كلك ادرينالين وكلك شاعل وبقى الفرحه وباقي ما متيقش انك ربحتي، وبقى ديك النشوه ديال التيران، باقي انت
كإنسان باقي ما استوعبتيش هذيك 90 دقيقة اللي دازت وهذيك النتيجة اللي وقعت. ملي كنجي بطبيعة الحال الدار كتدخل الأم ديالنا في مفاوضات مع طرفين من الجهة الضفة الغربية والضفة الشرقية كتحاول أنها تبرد شوية الأجواء بيناتنا. إلا ربحنا حنا كتقول لي هو ما تدويش مع خوك صافي. كنكونوا بعدا جايين في طريق أنا وياه ما كنحاولوش ندخلوا في التفاصيل أكثر. كيقول لي هو من كتجي ماما كتقول لينا ما تدخلوش في التفاصيل ما تشديش في خوك. هو كيقول لي ما تشد ماما كتقول لي ما تشدش في اختك وكتبقى غاده في حالك. نقول لك صراحه ما كنتخش للدار بكري. كنت كنحاول ما امكن تعطل شي شويه باش ما يكونش دوك المشادات في الدار. وحتى الوالده الله يخليها لينا فهمتي كتقاد الامور يعني الامور الامنيه فهمتي كتقادهم زعما ملي كيجيو خوتي كيبداو يغوتوا حنا هذا كتقول لهم شوفوا راه اللي قلقوا اللي قال لي شي حاجه رمي لهم على راسه. دونك انا كندخل فهمتي كندخل مرتاح ديريكتومون كندخل نعس فهمتي ما كنهضر مع حتى شي واحد. وسنة المرة الأولى اللي كتخسر أنا بالنسبة لي راه نهار كحال كيدوز ماشي غير نهار كحال ولكن أسبوع ولا شهر ما كنحمس راسي صراحة. ماشي غير لاسمين كنبقاو كتبقى شاده فينا هذيك الخساره حتى الديربي اللي جاي من بعد. يعني حتى كما كنقولوا حتى كتنتقم في الديربي اللي جاي. خصك تربح الفريق ديالك في الديربي اللي من بعد عاد باش تبرد شويه هذيك القضيه. ولكن فاش كتجي للدار بيان سور كتجي معصب كيولي اللي دوا معاك لي ريزو سوسيو ما كنحلهمش حيت اي حاجه تقدر تبروفوكي ديك الساعه يقدر شي واحد يقول لك غير سلام تقول ليه علاش جبتي الراجا علاش دويتي على الراجا فهمتي. ولكن كنحاولوا ما يعني او ماكسيموم اننا نتفاداو نتلاقاو بعباد الله كنجيو كما قال خويا كل واحد كيدخل لبيته وكيسد عليه. كتدخل الوالده في نفس المشكل. يعني الوالده ملي كتربح كتنعسهم بكري كتكون تشوفهم عسو بكري راه كريم غادي يجي اليوم غادي فهمتي الاحتفال غيكون في الدار. فعلا انا حيت انا بوحدي في الدار لوالدتي كيف كتكون عندها واحد تكون عندها واحد الطعم خاص. يعني الوالده رابحه وداك الشيء كنجي كنفرح. وحتى الوالده واخا راه جاويه يعني مسكينه كتبقى تعيط كتسول علينا فينكم واش عندكم زعما ما يكونوش المشادات في الزنقه وهذا صافي اللي ربح جيو حتى للدار ونضحكوا وهذا اكسترا. مي كيف قلت لك بالنسبه لي الوداد اللي كتربح في كاع المباريات ولكن في الديربي كيكون عنده طعم خاص. يا حب الجداد وسينار ما نبغيها سما والوداد والتاريخ يشهد ليها ماشي الشهرة ماشي الكرة هي الغاية البلاد حرة ونهزو بيها. بعدا كاين واحد النقطة مهمة أن هاد الكأس العربية يعني من حسن الصدف أنها غادي تكون باسم جلالة الملك محمد السادس نصر الله. دونك يعني كتبان مزيانة يعني لو فات أن غادي يكون أن ديربي في أون كوب دغاب بالاسم ديال الملك ديال البلاد راه شي حاجة اللي كتشرفنا لا حنا ولا الغريم ديالنا ولا حتى المغاربة بصفة عامة. أن غادي تكون يعني فرجة ماشي غير لي كازابلونكي اللي غادي يتفرجوا في الماتش بليطو لي ماروكان حتى لي زغاب. وهذه فرصة حتى للدول العربية الشقيقة باش أنهم يتفرجوا ويشوفوا واحد الديربي ديال الغريمين عالميين كيلعبوا الكرة عندهم جمهور كبير
وفوالا كنتمنوا ان يدوز يدوز مزيان وتكون روح رياضيه هي الاول والاخر باش ينجح هذا الديربي ان شاء الله. هو كنقدروا نقولوا هو ماشي ديربي مغربي فقط، هو ديربي عربي، حيت الرجاء والوداد ما كيمثلش غير المغرب، كنعرفوا في العالم كامل كاينين مشجعين فريق رجاء ومشجعين فريق الوداد البيضاء. عنده ثقل كبير في الساحه الرياضيه الرجاء والوداد. اللي نقدر نقول لي برونوستيك، بطبيعه الحال غنقول الرجاء رابحه، ديما رابحه كيف العاده، ولكن كنتمنى كيف قال الاخ ديالي انه الروح الرياضيه هي اللي تعم المدرجات، ونشوف تكون فرجه، ملي كتكون الفرجه في التيران فكنكونوا متاكدين انه الجماهير ديال الفريقين كيخرجوا فرحانين. اللي لعب مزيان هو اللي غيربح. تحياتي. برونوستيك. وصافي قال لك. نو. لا. ما قلتش انا الاهداف، ما قلتش شحال غنربحوا، انا قلت غير غادي نربحوا.